الامن يحمي الملعب، لكن ويمنع شماريخ، يمنع الافلام، لكن الافلام موجودين في الفيراج. يعني هذه النقطه كيفاش يصير باش الافلام، يعني الناس تقول لك علاش يدخل الافلام للملعب، كيفاش يدخل؟ هذا خط احمر واحد، خط احمر اثنين، وين فما اختيام، فما اختراق، وين اسمين لازم نجاوبك، واللي يفرق يغلب اللي حاحي. مثل شعبي هذا معناه نستعمل، يعني دخول الافلام للملعب خط احمر، ما تحكيش فيه الالتراق. نحكيو شويه هذا نجم نشوف مقابله ما فيهاش فلان. ليه تصير برشا مقابلات من غير شماريخ، برشا صارت برشا مقابلات من غير فلان. نقول لك انا حاجه، كيفاش يدخل الفلان الملعب؟ كيفاش يدخل؟ خي بالي واحنا داخلين هوني فما ديتكتور دميتو معناها في المفروض فما هكا ولا هو عندك انت ديتكتور وهذا كيفاش؟ فلان هذا وهذا كيفاش؟ سيدي القردو هادو من الكركورة عاملوا لنا مشكلة.